الست مخلوق جميل رقيق وحساس، وزي ما في أغلب الوقت بتكتفي بكلمة حلوة، ده لو لقيتها أحياناً الكلام بس بيبقى خلاص مش كفاية، وبتحتاج تطلع بقى من المرحلة دي وتخش في مرحلة الأفعال، والمرحلة دي بتوضب لها وتزبط لها، بيبقى ما عندهاش أي استعداد حاجة تبوظها. مش ستناتي قوي اللي بتعمليه ده؟ امسكي أعصابك يا أنوج، مش عايزين حاجة تبوظها. ليه بس يا حبيبي؟ هي الست لما تتوضب لجوزها وتهتم بنفسها يبقى مشهد ستناتي وقديم؟ أنا عارفة أنك ملكش في الأبيض وأسود وبتحب الأكشن، صلي على النبي يا انجي، صلي على النبي. هم العيال ناموا من بدري؟ بس في صوت بره، انت متأكدة ان العيال ناموا؟ وبياكلوا رز مع الملايكة. ايوه بس يمكن ده يكون صوت ام عليش. ليش هي كمان نامت وبتغسل الاطباق اللي كانوا فيها العيال الرص مع الملايكه؟ لا بس انا متاكده يا حبيبتي. تعالي كده اسمعي، في صوت بره، تلاقي فار ولا حاجه. علي ركز معايا، خلي كل حواسك معايا يا حبيبي. لا بقى ما ينفعش اسيب فار في البيت، انا راجل البيت ده. ما تقومي تشوفي في ايه بره، شوفي الفار ده وحياه ولادك يا شيخ. طب علي حبيبي قومي روحي، قوم شوف في ايه بره. يلا يلا، وانا هستناك. ما انا عارفه اقوم، انا ارجع الاقيك في سابع النوم. قوم يا علي، قوم اطمن. لا بس انا مش هستريح غير لما تقوم انت حبيبتي. ودي تيجي برضو معايا راجل البيت، سبعي ايقونه الشجاعه، واقوم انا. قوم يا علي. ايوه انا ايقونه الشجاعه، انا هقوم، انا ايقونه الشجاعه. اللهم لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعفو عنا. ربنا يهدك يا شيخ. ما نشوف اخرة الحجج الفارغة دي ايه.